قتل شخص إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة عند أطراف بلدة الشهبية في قضاء صور جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون وأطراف بلدة كفر حمام ورشاي الفخار بقضاء حصبية وفق وسائل أعلام لبنانية، بينما لم يعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ أي عملية ضد إسرائيل اليوم الاثنين، غير أنه نعى في بيان له أحد مقاتليه من بلدة سلعة في جنوب لبنان. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين قال لمسؤولين إسرائيليين إن عدم صياغة خطة لما بعد رفح يقلل فرصة التوصل لتسوية في الشمال. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه التقى اليوم في القدس بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين، وفي السياق قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إنه التقى هوكشتاين وناقش الجانبان ما وصفه بالهجمات المتواصلة وإطلاق الصواريخ من حزب الله باتجاه البلدات والمدن الشمالية في إسرائيل. وكان هوكشتاين قد وصل إسرائيل في جولة تستهدف نزع فتيل التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. والمشاهدين إذن نشير إلى أنه في هذه الأثناء هناك إذن مظاهرات في القدس تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية وتعترض على سياسته وتطالب بصفقة. ينضم إلينا عبر الإنترنت من بيروت العميد بسام ياسين الخبير العسكري اللبناني. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. هل تعتقد فعلا بأن الجهود الدبلوماسية الأمريكية يمكن أن تنجح بنزع فتيل التوتر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن طريق الرسائل التي حملها الوسيط الأمريكي إلى إسرائيل والتي كذلك سيحملها في زيارته المرتقبة إلى لبنان؟ يسعد مساكم واصبح مبارك. بدون شك الدبلوماسيه تلعب دور جدي واساسي بانهاء حاله النزاع المسلح على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه، لكن يعرف الاسرائيلي جيدا وعاموس هوكشتاين يعرف جيدا ان توقف الحرب في الجنوب اللبناني او في شمال اسرائيل مرهون بوقف الحرب في غزه، وبالتالي هذه اللازمه هي مرافقة دائما لتحركات المبعوث الأمريكي. سمعنا منذ قليل أن نتنياهو طلب إرسال رسالة إلى لبنان يقول فيها أنه على حزب الله الانسحاب فورا إلى شمال الليطاني الآن أو الحرب. وهذا الطلب إذا كان صحة المعلومة بعقد الأمور، لأنه يعلم جيدا أنه لا يمكن تنفيذ هذا الشرط بدون وقف للعمليات أول شيء في غزة وإنهاء ملف غزة بالكامل، ومن ثم إجراء تسوية كاملة لموضوع الحدود مع لبنان إلها علاقة مباشرة بوقف الحرب، تسوية موضوع الحدود مزارع شبعة النقاط 13 على الحدود اللبنانية،
ملف النفط والغاز بلبنان كمان لازم يكون في موافقة أمريكية، وتطبيق الـ 1701 بشكل كامل، مما يعني وقف كل الطلعات الجوية فوق لبنان، وأن يكون هناك جهة ضامنة لهذا الموضوع. فالدبلوماسية الأمريكية مقيدة من جانب الإسرائيلي بالطلب إعادة المستوطنين إلى المستوطنات بسرعة، لكن من الجهة اللبنانية نريد وقفاً شاملاً وإنهاءاً للحرب بغزة، ومن ثم إجراء التسوية الذي تضمن أمن جنوب لبنان قبل أن تضمن أمن شمال إسرائيل. طيب، قبل أن نتابع الحوار العميد بسام ياسين، فقط أشير إلى هذه العواجل عن الخارجية الأمريكية. أوضحنا لإسرائيل أهمية تفادي التصعيد على الجبهة الشمالية، ونفضل الجهود الدبلوماسية لحل هذه المسألة. وكذلك عن الخارجية الأمريكية بأن حزب الله صعد الأوضاع على الحدود الشمالية مع إسرائيل ويستهدف مواقع مدنية، ويجب أن يتوقف ذلك. في ظل هذه الحراك أو في هذا الحراك الدبلوماسي الأمريكي لتجنيب الحدود أي تصعيد مرتقب أو محتمل، وتحدثت عن رسالة نتنياهو التي يعيد فيها تذكير حزب الله بضرورة أن ينسحب إلى ما خط وراء خط الليطاني بالقوة كما يقول، يعني بالحل العسكري أو الدبلوماسي، لكن البنتاغون قبل قليل كان يتحدث على أن القتال على حدود لبنان قيد الاحتواء. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ قيد الاحتواء إذا التزم الجانبان بعدم استهداف المدنيين، وهذا ما يجري الآن. رأينا منذ الصباح قوافل اللبنانيين تذهب إلى القرى الحدودية لإجراء مراسم عيد الأضحى وزيارة المقابر في القرى الحدودية، ولم يتم التعرض إليهم بشكل مباشر. هناك عند الطرفين رغبة جدية بعدم توسع الحرب، وعند الجانب الإسرائيلي خاصة عدم توسع الحرب يعني إذا لم تقوم أمريكا بدعم هذه الحرب بشكل كامل هي تريد أن تحتوي هذه المشكلة. لكن كما ذكرت سابقا كل الأمور مرهونة بالوضع في غزة. إذا انتهت الحرب في غزة وهناك تسوية ما في غزة، هذا يمهد الطريق أمام تسوية في لبنان، لكن بشروط ممكن أن تكون منصفة للبنانيين وللجانب الإسرائيلي بحد سواء. طيب، هل ترى بأن إسرائيل تريد أن تستخدم الوساطة الأمريكية للتهدئة مع الشمال بمعزل عن أي عن الأوضاع في غزة؟ وهل هذا وارد أصلا باعتبار أن حزب الله أكد أكثر من مرة بأنه جبهة إسناد مستمرة للمقاومة في غزة؟ وهذا ما حصل بالضبط. بكل الاجتماعات السابقة وبكل اللقاءات اللي قام بها هوكستين تلقى كلاما واضحا أن هذه الجبهة مرتبطة مباشرة بالوضع في غزة، وبالتالي يعرف الإسرائيلي والأمريكي أنه بدون تهدئة شاملة في غزة لن يكون هناك تهدئة على الجبهة اللبنانية. طيب العميد بسام، الأمريكيون كانوا يتحدثون قبل أيام عن ضرورة أن يكون هنالك ترتيبات أمنية معينة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، برأيك ما طبيعة هذه الترتيبات التي تريدها واشنطن؟ تريد واشنطن بالضبط إبعاد حزب الله عن الحدود، انتشار الجيش اللبناني وقوات الطوارئ بعديد أكبر وبتجهيزات أكبر لتكون ضابطة للحدود من الجهة اللبنانية. لكن من الجهة اللبنانية أنا أؤكد لك أن لا مجال لأي تسوية الآن دون انتهاء حرب غزة، وأن كل إبعاد لحزب الله عن الحدود يجب أن يقابله حل مسألة الحدود بشكل كامل، حل مشكلة النفط والغاز، ووجود ضمانات أمريكية فعلية وثابتة بهذا الموضوع، ووقف كل الطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية. لن يسمح بعد الآن أن تبقى الطائرات تسرح وتمرح وتستخدم الأراضي والأجواء اللبنانية لمهاجمة أهداف خارج لبنان. ونتحدث هنا عن حسابات حزب الله في ردوده وضرباته على إسرائيل من حيث الحجم والنوعية.
الرد على الضربات الإسرائيلية والاستهدافات دائما هو مدروس. كلما تعمق الإسرائيلي في هجماته بالمدى والمسافة داخل الأراضي اللبنانية يقابله رد لبناني على مسافات ومديات داخل الأرض الإسرائيلية. لكن ما زال هناك حيطة عند الجانبين من استهداف مدنيين ممكن أن يؤدي إلى اشتعال الحرب بشكل مفاجئ، وخاصة جر أماكا إلى هذه الحرب، وهذا ما لا يريده لبنان ولا حزب الله الآن. طب هل فعلا الجيش الإسرائيلي لديه قدرة حاليا على فتح جبهة شاملة مع حزب الله وذلك بمعزل عن الموقف الأمريكي؟ أنا أشك في ذلك، لأنه حتى الحرب بغزة ما كانت لتكون بهذه الضراوة وبهذه القوة لولا الدعم المفتوح أمريكيا وأوروبيا لإسرائيل. وبالنتيجة الحرب مع لبنان حساباتها مختلفة، المساحة اللبنانية مساحة أكبر، قوة حزب الله أكبر بمئات المرات من قوة حماس. الجانب اللبناني مستعد لهذه المعركة، وخاصة إذا رافق أي تقدم بري، وبالتالي إسرائيل تحسب 100,000 حساب لمهاجمة لبنان إذا لم تكن لديها الدعم الكافي الأمريكي والأوروبي لهذه الضربات. مشان نعم. هيك الموضوع هذا بعده معقد، لم تحن الساعة بعد، لم يعطى الضوء الأمريكي الأخضر لهذه الحرب، وبالتالي الجانبين يحاولان الابتعاد عن الحرب الشاملة حتى الآن. طيب، ولكن ضمن هذه المعطيات عميد، في ظل هذه المعطيات، الجيش الإسرائيلي بناء للقناة 12 الإسرائيلية قد أوصى القيادة السياسية بوقف العملية في رفح والتقدم نحو الشمال، كيف تنظر وكيف تقيم هكذا توجيهات؟ بدون أدنى شك يجب أن يترافق العمل الدبلوماسي مع ضغط عسكري، وهذا معروف جدا. استخدام أدوات الحرب أو وسائل الحرب الدبلوماسية يجب أن يرافقها عمل عسكري، لكن هذا له قيود. إن أرادت إسرائيل توسع المعركة في الشمال، يعني هي ممكن أن تودي المنطقة بكاملها إلى مخاطر كبيرة. كون الحلف الذي ينتمي إليه المقاومة في لبنان وهو ممتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن وضمن لبنان، لن يقف مكتوف الأيدي أمام توسع الهجمات في لبنان. وبالتالي أنا لا أرى أن يكون هناك فتح جبهة بشكل كبير مرافقة للعمل الدبلوماسي. يمكن أن نرى ضغطاً كما رأيناه في الأيام القليلة الماضية، حيث كان هناك تكثيف للهجمات الإسرائيلية وردود كثيفة من الجانب اللبناني، ممكن أن ترافق العمل الدبلوماسي. لكن هذا العمل الدبلوماسي بالمبدأ سيبوء بالفشل، كون المعركة في غزة وفي رفح لم تنتهي ولن تكن هناك تسوية شاملة وعادلة لهذا الصراع. شكرا جزيلا لك من بيروت العميد بسام ياسين الخبير العسكري اللبناني، أشكرك.